دعوني دعوني أناجي مولاي جليلا، إذا الليل أرخى علي السدلا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزولا. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة وعيوان كيغو ويهي سيدة والالكين عبد الرحمن شيقي، جزا الله خير. علم قوى الدين وحنك صوقاتي عنوان كمحاضرة هذا الويري إمام من أئمة السلف والأورنج ريد تدقى طلبة علم قوى قانان محمد بن السيرين. هذا الكيس وحوها إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. علم جنوى الدين إسكفيرية عدة الدين تينا أتكا قادنا إسان ركا كلمة دا محمد بن السيرين رحمه الله تعالى الإمام مسلم أي وحكسو وري مقدمة صحيح عيسى وايو الإمام مسلم كتاب كيسة صحيحة مقدمة دير أو علم الحديث كالحر دا أيو كهريسي. إمام بخاري صحيح عيسى يسوق مقدمة أو مسلمين، لكن وحو كتو فنري عناوينتا وأبوابتا كتاب كيسة أوسميي إلا أي علماء ذي هوري قار كميدة أي راهدين فقه البخاري في تراجمه، يعني تراجمته سي عناوين أبوابته وسميه يكتبته أي وحي كترجمي سا وحكى الشيخ سا فقه وكقى ذن أي أحاديث إيو مذهب وكقى بي مسائش فقه. عموما كالمد محمد بن السيرين إمام مسلم أيام مقدمة صحيح عيسى كسوري مركا لبا قيبود باي وقيب سنتهاي قيبته روا تعيوان كمحاضرة إذا أوه إن هذا العلم دين، علم هو الدين. قيبته لماض كهل لماينه وموضوع دير
وحسوه سكلايا يعني علم جاي على قاطها أهل بدعة مقار كم على قاطها مثلا قام قاطه مبتدع بدعة دي ستدك وير رايا ميا على قاطا كرا سائل علماء ضو أي كهل لينو كتبت أذك أذو تيسيد أي قيب طلبات إريان محمد نسيرين سوه سكلا أي علماء ضو أي كهل لين مركا قيب تهرا أي نكوك وبسنا أوه علمي جن والدين وحن كنا غضي ومحاضرة إذا مضمون كيجا عن كسوقات هي كتاب رسالة قري فضيلة الشيخ العلام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ولا إلى كتاب العلم ورسالة آدي أدقي مبضن أن كتر دارا يو قفلو طالب علمية إنه رسالة داسي أخرسته ويب سايت كشيخنا ويكتر تا رسالة داسي ابن عثيمين دوت كوم مركا أخرسه وكفى إيديسه مضمونك محاضرة دونا وحويا غالبا إنك استو أنا ستو سو أخيين لكن وحويا من باب الأمانة العلمية وحويا ورسالة داسي الشيخة أيان كسو قاضنيا أولا أينو إسلام ميل ديقنا وحا علم بيهي إلا محمد السير رحمه الله تعالى وحينا ليه هاي علمي قنوا الدين بولي علمي قوا الدين مركا علمي قوا ليه هاي والدين إسكفيري عدة عد علمي قاسيكا قادنا إسان وعلمي قي وي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعريف العلمي لغة دين على اللغة في عربي علمي قوا نقيد الجهلي ووحي جهلي كسهر جيدا أي علم الله يرام وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علمك هذو علمك هذو أبسيط كجهلك ويهي بركا علمك وحويا وإن شيء لو قرته ولو فهمه على ما هو عليه وحا ويهي إما كان هو قلم ويا إن علم الله هي قلم كوين فهمين كان قلي هي أحب صيدوية لكن هذا قلن كاسي إلى هذا وصاعد لهذا هو الجهل هذا قلن كان هو صاعد جهل قل شيء هو كاويا مركا علمه وإن وحو البلو فهمه ولو قرته سيدو يهي إدراكا جازما قرشو جازما جازم بمعنى أنشك كتري أنشك كتري دين على سواد دين على لغة في عربية دين على اصطلاح الترمينولوجي الشريعة شيخ وحي فقد قال بعض أهل العلم هو المعرفة وهو ضد الجهل علم هو معرفة وأقونتا وأنا أبسط كأمليت كشهرجة علمك لو واحد هذين علم وتعريف يعني أمبا هنا وسكعدي ووحد وقفل بابا وقران كرايو واي علمي أين دون يركه الله محمد السين رحمه الله تعالى ويري علمي هو الدين الدين تين عدة كقاعدة نسان اسكوه بصدى شيخه وحوله علمي قاسي هو العلم الشرعي وعلمي الشرعي قوية والمراد به علمي الشرعي قوي حلو لك شيء ذا علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى علمي الشرعي الدين تأه إن الوصف هذا نوع عياره يضعنا قول لهين لا لهين لقاه الله وحي لهي حرام تبيه حلال وقشه وحل اللي حلاليه حرام وقشه سيدا ما انت الدوية دكا صعوتها عدو البابا اسكفي ديونا يسو علمي قاسي وحلو لك هذا علمي ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمك إلى هيء الرسول كيس وكسو دجيي إيه من البينات والهدى إيه وحيابها بيناتك إيه عد إيه هنونك فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي عبارة قابو شاكو شاكية علمك أهل كيس الأماري إيه فضلك فضل لسيء الدونك يا آخر ما إيه اللي يقع دحلي أنبيادي
cilmigaasi la isku amaanay ee fadliga faraha badan laga sheegay ee qof walow muslimnaba intii karaankiisa loo baahay inuu cilmigaasi u doonto cilmigaasi waxa weeyaan cilmul waxyi weeyaan waa cilmiga waxyiga maaha cilmul falaasifa cilmiga falaasifada maaha waayo cilmiga falaasifadu waa cilmi aan faa'iido lahayn ولذلك أيها ابن تيمية رحمه الله تعالى مجلدات بضم كقري فلاسفة ذا كونكلوش كيسة إيوه المحصلة النهائية فلاسفة ذا وحي ابن تيمية كسفي إن يهين جهال كذابين عن تاسو شاكرت كنت مجلدات بكقري علم قاسي وحي كسفي إن من كاسي فلاسفة ذا بغير علم غيبيات كيس كرده قالي أبي غير علم إلهي وواحد الله إن يهين جاهلين بين على يارا بركا علمي قال لو بهاي هاي إلو قد دالو أولا إلاليو وأهل كيس اللي احترامو وقيم لغوية شا وحويا شيخ محمد روح اللي هاي هو علم الوحي وعلمي قال وحي علمي قال وحي قنا أيها الأخوة الأخوات دواء علمي قفك بلادي كان عقلي سكدلا عقلي هو وآلدويا وتول وقلب علمي الشرعي اللي هو فهمه لكن بدون الوحي علمي قاسي لهليل مايو أضرب لكم مثالا إما كا إن صلاة الصبح لبرك عضوتها هي ظهرنا أفرك عضوتها هي يا نوشيغي ما فلاسفة نوشيغي لهيد ما سانتيس بأي نوشيغي لها ما مورخين بأي نوشيغي لهيد تحقيق هو قال لهي إنه إلهي إنه قوة تشبيه إن صلاة الصبح لبرك عوض وقال له ووحي قوية أسماء الله وصفاته صفوين كإلهي مقعيد إلهي حقيق لقوة قاني وفلسفة هذا نوشكتي بس أنتيس كان نوشكي علمي وحي قال لقوة قاني آخرة أخبار تفرع بدنا آخرة لحرير دا عذاب قبرك نعيم قبرك إن قبرك لسكو عذابه يو إلهي دباتنا هنا قائل عليه النعيم وقبرك وتشرو صراطك محشرك جنة نارك خبرتها سي غيبياتك فالإيشيك فيلسوفك كو شيك لها ساينتيسك كو شيك لها وايو بركا علم الحلال والحرام علم الغيب أخبارتي تدكي نقوه الرئيسي وحي نقوه الرئيسي دعو الدونة في الدار الآخرة محو إلهي تشعلي هاي محو إلهي نعبي هاي وحا صور دبي وحا لأنه وشيغي وحيغ مركا علمي قد لأماني اللي يري كد دالو وحين هو علمي قاسي ويانا إخواني علم الوحي واي وانا علمي قا النبي صلى الله عليه وسلم ويري حديث كمعروف قا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفك لا خير للدونو دين تأيو فهم سيني خير قفك للدونو يقف دين تأم فهم سنين وقف إلى خير الدنيا في مخالفة تقول ويسيد إن لكن قفك إله سبحانه وتعالى وخير للدنيا أيوه وأنا أقل للدنيا أيوه وقف ودين تفهم سيويا فوائد علمي أنا شيخ وشيك دونا هدي وقت يقنو سامحه وأنا دحلك أنبيا سان شيك أيها الأخوة الأخوات وعلى ابن وحنو كذا أبي هريرة رضي الله عنه أي مركي وقبوبي لان عظمه وشاب شعره وانحنى ظهره مركو هذا هو النقضي رحمة الله رضي الله عنه ومحدث كي أحاديث تفرها بضن حنبار سنة دعاء النبي قال أيها على شيء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيا أحار كدتك أدويدك مشغولي أكير قابي علمي سامعني ما ينتسوق سوق استاقي أيو وري هذا هن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم دحلك النبي محمد مساج قالوا قيمنا اياه اذن كنا حكم سوقي سيلد داد اردسان صادتك با حكو يا عين محي حقي مساجك ان لعق يو جيل لقيميني مودين وحبا كواي وكو سو نوقدين حاجه لو قيمنا با يدهدين دحلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ور محمد مساجك كو سو ارغتين وحن كو سو ارغنا حلقات هذا يعلم القران وهذا يعلم الفقه وذاك يعلم الأحكام سكيري والنبي محمد ما دخل كان هين بو كتغي صلى الله عليه وسلم النبي محمد ما قال يا الله يا لعاق يا دينار يا درهم بو كتغي عل و هو كتغي وا كاوي دخل كيسنا وا كاويين نينك دخل كا قيب كو يشانا
قيب وين أي قاتل مركا أي الأخوة والأخوات علمي كاكل صهري وعلمي كلا الدنيا ده علمي الدنيا ده واحد ترى قار علمي أنا من فعله باكرة سي علمي فلسفة دو كلا يا علوم بضانو ما أنت أيدوك سكو مشغوليان لكن علوم باكرتا إنسانية ده يبي الآدمي كان فعلا سيد أختار رمضا وكلا إنجينيرين كوكلا وحي علومي ذاتك أنفع عيا وحشا خيري وقد ذكر كثير من أهل العلم إن علم الصناعات كي ورشدها يدي وحي صور عود الله برتاء إنه هي فرض الكفاية وأنا أقول إنسان الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين فرض الكفاية وحوي وفرض هدي واجب ذاتك مسلمين تقوح كميدي أي كوكنتا مسلمين تأنتي كلو كدعية واجبك مثلاً سادة جنازة وكله وفرت كفاية وين؟ ما أنت هذه يعني أدوات أكتهين رئيسياتل إن ولا المسلم يجريودي هذه كح إن كم يدور رئيسياتل أي كقمان واجب كي يحق ولا الكاسين كلها أو محيا إن لما يرو إن لا كفره إن لا قط كده يا إن لا عصو الحقوق دي قفلوا مسلم وكلها مسلمين تكله هذه صدق عمتهمن ولا أي أرن كأكو كعانو يميتكي أي ميرانو يكفنانو يكتو كدانو يأسان واجبك أنتي نكلو ونكرعي لكن إن كان رأسية الإسلام والأق إن ولا المسلم أردنتي ولا إن كوايو قف ميرا قف كتو كدا قف كفنا قف أسا لما أنتين فرضعين كبعضوش إن كان صارن قدم بي أياد كتيرتان إلا أدولالكا لا أصو حقي سي لصيو فرض كفاية لا يرهضا هذه مسلمين تقار كم إذا سميان مسلمين أنتي كلا وكلا عيا فرض عين كنا وحويا وفرض يواجب قف وال أو مسلم جوني سوى هايستا مثلا صلاة دي فرض كيد أخرى دي أبها كم تكرهي هو إذا كم تكرهي سو أورن ما يصير ما أنت إنا كاجي ويل كاجي ومشغول سنة صلاة دي دور يصير تكرم أورن يصير هذه هي جار كوا هايستا مرك فرض كفاية فرض عين فرق غور حيوان وكاويا علمه علم الصناعات كذا اختر ماذا واحد شيخ اللي هو فرض كفاية وهذه مسلمين تو قرائن كمذا أيكو قمان يوحويا مرك مسلمين أنت كلا وأيك وكذا عيا وهذه ما أنت ده هذه مسلمين ما أنت اختر اللي هو أيو يسوع ابنها أو إن قالوا المرك استلوا يردو بحي حاجات كمسلمين تي ضروريات كو ايوب هنا والله هلطت كو قمايه ولذلك اي وحن كاخري ان تاريخ الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحو يري الذهبي با سير الاعلام ولا كو شيغي وحي امام الشافعي يري هكون نولان قريه ان فقيه جوغين دخترنا انو جوغين بي ما قالو يا قريه يتولو انو جوغين فقيه إيه الطبيب دختر هكون نولان ويحولي ده فقيه وحوين وطبيب القلوب ويان دختر كينا وطبيب الأبدان لا ما تفهم أضبها أنت يحيي دينت هذا ما هو الحلال ما هو الحرام يحيي لهي كواتشمي يحيي لهي كحران يلي وأضبها أنت إنا دوقاتو بركها دختر وحوين هو فقيه با أي عالم كي دينتا كهجة شوابايا بركها دوتبطو دختر كينا وفقيه الأب وحوين وطبيب الأبدان أدي عالم كي هي طبيب القلوب دختر كينا وطبيب الأبدان شركنا أيها الأخوة والأخوات سيدة باب وقال هو أمان ويا وأمان النصاري ويا إله من النصاري وأمانة أنا إلى إلالي ويا وهي هدي أرد شركة هاي كشقين عافمات كيسي دايت كاي هدانا دي إلالين هدانا مكران صحيح تري أنا دوحي ما إينو كل باي أنا تسكفوقين هدي عذر لغوش هو أنا عذر كيس كدوين ومتابعة أنا تكون سمين دي وحي الأمانة دي بطيع هذا كانوا حكرا أنا يا ورا يعني عبادة سنكري ميسين ما عبادة سنكري سين سرتشوكي صلاة قوات كان يا صومكي وقوات كان يا عبادة وعروس كون قنصة مركا يعني شركة يالنا يا رسول الله عافمات كيالنا لا يالنا يا رسول وأمانه وفق عافمات كيس كل يارا وحوي الدين كيس أي خطر سوق جليسا وفضائل فضل بضم بكع كيس يا أعمال بدون أول ناقصين ولذلك أي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان فقيها مركو لا بضم أضبه هنتي طبيب الأبدان وطبيب القلوب طبيب القلوب وعلماء هي مهمة لكن طبيب الأبدان وضبها أنت عموما شيخ حلية وفرض كفاية علماء آدم مسألة أسي أي وغني قاشان
هذين وصلنا قلنا علمنا إنه لوا الدين وعلم الشريعة ما حكمه؟ حكم طلب العلم، حكمه طلب العلم. شيخ وحي إن علم الشرعي الله برتاه إسنوا نوع كميد وفرد كفاية لا نوع بوقيبي علم الشرعي ها نوع كميد وفرد كفاية أو بمعنى وانا صاشر حي فرد كفاية هديهم مسلمين تقولون كميدي أي كقمان يأتنا مسلمين تأنتي كله وكل عيا متي واحد المسائش الدقيقة علم الشريعة هدي كوح مسلميني أي برتان يا مسلمين تقول الله وضعنا ما يو وضع فقهاء النقطة وعلم النقطة وأنا سيدا أي شوكاني أي شيئين دي واحد دعي كريم بإن مسلمين تقول ما يوضع النقطة علمه شرعيين يفقه وضع النقطة وايد علم وما دي واحد وبا هانتي تدخل وبا هانتي أختر بيه وبا هانتي مهندس بيه وبا هانتي دد مقرنسة أجاسمائي وبا هانتي لأنه دي واي بلارنتي وما دونا واحد وين أيها الأخوة الأخوات واحد وبا هانتي إن قيبها صدق وحكي قانان سي مجتمعي مسلم كا واكتفاء ذاتي او يشو لكن هدي اي مدو اي داد اجنبيون اي ولي قيد الله هيد اي كتير سنيسو عالم الاسلامي دختر با لوغة باهي دي بدك كينا مهندس با لوغة باهي دي بدك كينا متخصص مجال كاسي لوغة باهي دي بدك كينا وحاد دي بدك كينا هنا فساد كا فراها بدن اي دبادة كومتان دي واتقانا روك شاكين مايو بركا اكتفاء ذاتي دين عقلون تا كلاين شراعة هنا ولو باهي لكن علمي الشريعة هذا يسجل افتيسي ويعني تفاسيش يسو وفرض كفاية وين لكن شيخ وحي علونت الشريعة هذا قارب فرض عينا واجب عيني أي نقول يا أقف المسلمين قوني أهانتي سأي دش وقساري هي يسوى مسألة لا شيخ سيب البلاد يوحي وحا علم قورمو يا أخي ويا أختي علم شرعي قورمو فرض عين كون غنيا وحكون غنيا أن يتوقف عليه علم قاسي أبوبا هنتي وإن كنت وقفه قرشة أد قرن يسو عبادة أدونس إن تسميسو أما معاملة أدونس إن كل قنطه شيخ عبادة وحي استعمالي هل كان يعني دوحي أعماش دين تلو وبدي عباده لكن استلاحي فقه هذا أيو الراعي أو هو كتب تفقه عبادية معاملة أو كالقيبية مركز كتب تفقه أساسي لكن دين تلو بدي عبادة وحي إله لو دوانو دانا مركز وحي عبادة أتسمين نسو إما صلاة دي صلاة دي وكو واجب سوماها ويسي دي وكو واجب جنابة صدى الله غم يدعوا كو واجب ولاش مسلمة حيث كصدى الله غم يدعوا واجب إذا الله طهرقة هو واجب وحي ويسد تبيني إلا برتوا واجب وحي إن غسل يوم قبيسي إن واجبيني إلا برتوا يان وهو العبادات صانكم حلو كتبا أركان تصانتو صانك وامحي حجك شروط ديسة يا أركان تيس وامحي هدي صلاة وكو واجب هدو حجك كو واجب هدي سيام كو واجب كو يهي هدي سكري واجب كو تهي عبادوين كاسي أذي واجب كويهين أي واحد عبادوين كاسي كو أنصحيان وإناد برتوية وقف لبا تنصني يكون تنصنا مسلها إنو إلا هذا نواقض الوضوء مباقى نبا هذه كارثة ورساس تروية ما نبا وحن صوق لي مساجدك أرور بيهت صلاة صباح بركا ميشي ويسيدا يحن وقال لي نين وينه نين داوين بوها وهي متعلمة. مركان مركو ويسدي ويسستي. أيه يسوع عن سوكس عن حنان. شربات يسوع عن حنان. عجها. أيه أنتو قعمه قوي. أيه صاصو الله بدي عقود بمصحي. والله يابي. وحين نقارن دي عشرة عدها لسناها. سد عجها لو ويسست. أما هو إن ما يدو قد قضاه بياض كل قضاه. أما هدي عاد مسحي شروط دي اد اوفيسه دي اد سوكس اد حرنتي ايوب مسحي كرتا لكن عقاون مسح وحوين هذا دين الشيعة رافضه صار رميسن حنقول اخي ماذا تفعل من عربها سوغري ولي مساسن ويسن تريبي اهو وار خطر يا اخواني سلا خطر ويا ونن يعني ما انت شهادون هيستو جامعيه
وهذا يجهل مسألة لحد إذا ويسدي هذه كارثة وين تاوح كهذا دتك قارك هود بإسكتها تساهل باقي وراء إلهي وقف الرحيم دينا قد دين تهنوات كينا يا الله نبي صلى الله عليه وسلم مالين يقوى صوص على الصحابة حديثك أي سفر بي كتش ريمرك أو يسيستين كل كاسي واحد عاي صحابي دي ويسيسان إيسا أي نبي ميل فوق بك صواركي ويدك دقين ركاوي حصلها قاركود إن أنا عربها سان أمرين إن دحان هن ولا قيابا سيسوق سو قارب بله الله يا وين للعقاب من النار وين للعقاب من النار وين للعقاب من النار أعضاء إلهي يلو ويسد هلا ما يروح الدين بيه لو ذا قارسين وايو نار ما كنا لا نسوي العياذ بالله وايو أيها الأخوة ويسدا ويسد وشرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة ويسالي ما انصح الصلاه هذه ما انصح يسو هدي اني هدار شروط ولذلك اي علماء فقهاء وحوين باب الطهاره اي كوب بلا بان عباداتك والصلاه دي وحده بيكون رسيان علماء القارب اي سويدي ما حي ان اي كوب بلا بان باب الطهاره دي طهاره دي وحا كخرن وحا بدن با كخرن صلاه دي با كخرن طهاره دي مصحف كتابشدي سبا كخرن او ادون ويسا قبين ان المصحف كي تابته لو ما اوغلا طواف كيبا كحران وانا طواف انا ويساق من اناد بيت كيلا هاي اطوافتو لوغو ما اقلا ركا اي رخوة الخوات يعني مسألة سواء مسألة خطرة يعني واحد كرون كميدا وشيخو يري عبادون كيك بادو بحانتي ركا عبادك هو اجمع علمي كيك اناد براتانا وفرض عيبك هو يبو شيدا تاسو لي معاملات كينا والله مد اما كان نين قوسدو تيوانو اقادو قور كان ايو ما حلال وحاس كيسة ما حرام كأ لا حياء في الدين تضايم كواحد لقون أوري هاي دول قالا لقون ولا يم بدن وحالا جاي ندتكو عند قنح حم برتيرو رقك قالا لا حاس كواد جورستي ولا شنو نكو جورستي وحال بوم هي بنائهين وحام بنائهين بأشرة هي عند قنح حم قالوا أكو دقمان لكن نكو عينو يقانو وحي حاس كيسة ولا وحلالا يا وحي كحرانا ولا شنو أنا تقانو نكو يا جماعة وحلالا سمحة وحرانا لكن اسكت ترى جورسون أحيان هذا لا ينبغي فرنينكا وهذه مصيبة هذه مصيبة عند كثير من الناس تضبطن وحضرك سانين حاس كيسي صدح شهر فري أو أفر شهر فري أو شن شهر فري أو دلنول يعني مثلا هذا خلاف جاه حدي فرنينكا صدح له صدر راعيه ما تلقط بعه مثلا صدح بعه لقى سوق قاضي هذا مسألة خلافية وعلم هذا قاربة بنين عيا لكن وحن قال الله يا نين انتو حاس كيسي فري هذا نسوع عشري هذا نفري وهذا نسوع عشري وهذا نفري وسوع عشري وصد حديث القضاء علماء ذا أنا اسكو خلافين المذاهب الأربعة إيو علماء ذا كلا أنا اسكو خلافين إن حاس كاسي أنا نينك حلال وهاين إلا إيدو أي نينك هلا أي سو قرصته ما هي نو قرصتين نينك هلا أدي بقول نقطة ما تيس المستعار أرجي إن لصوك رستي إن كان تمها وأنني إيش كده قرصة تدا ترى إسفه معين وإسفرين إلى هبا أنا نص كقرآن كوش في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لكن تد مسلمين ترى خورنا يا الله وما من قرنين بي أخي كيف ساند قرنين أنت المسلم هاي مساجد تد كنا وشاي مركان مثلا هذا وشاخ تلمام أيوه أولي هي رحمه الله تعالى علمي الشرعي يقول فرض عين نقول يا هذه علمي قاسي أبا أنت هاي من أجل عباده هذه له ولا وانا سئ معاملة أتسمين سو هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى واي شيخ وحو كرات تلمامي قف طالب علمي قاح لو جب هاي مركو علمي عن شرحي شرعي قام مركو برارا أيوه وإن نيوته إن فرض كفاياها أبو برانيسو إلى مسلمين تي بعد وحويان واحد مسلمين تي أذكى كافيسا خير كافره بدن أياد مسلمين تي أذكى كافيسا وآه علمي قي شرعي أيوب أيوب نانا أيوب هناين أياد مالك مانتها أذكى كافيسا ما شاء الله
شيخ وحيري ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال بويري. وشيخ وحيري رحمه الله تعالى علمي شرع عضو ومن أفضل الأعمال أعماش يسقى وفذي بنبو شيخ حتى علمنا قاركود وحيليهين جهات كيساقى كفضي بضان. إمام أحمد رحمه الله تعالى وكيلها العلم لا يعدله شيء هدين يدو أصح نقطه علمي وحدك ما متشربوا إمام أحمد رحمه الله تعالى هدئ أن يدو صح نقطه بلق يعني نيدو عيار ما هايوها الأخوة والأخوات إن الإله درتي أذو لنيوتو علمي كان شرعي نوع دونا هذا قرآن فقه حديث هي آلات كيسة هدي أضبرا نسي إلهي درتي وأمد كون أنفع وحا إخواني أجر بدن بعد كيري ساها الدين نيادة أذو أي صحت هاي شيخ وحيري أهمية علمي شرعي وحا أي وليبة أي آذي يا آد إنه أقوم مقال يسابو شيخ وحيري عصري كان أن إمك أين النور الله حي وآي أيها الأخوة والأخوات شيخ وحيري يعني جهلي جيبا بطيب عصري أين النور صدح نقطات بو شيخي أو أنكسو قبل جميعنا إن شاء الله محاضرة إن شاء الله علمي شرعي عصري كان أين النور الله حي آذي آد ضروري هي بو شيخ وحيري وحنا كدر داري يا طلبة العلم إني وقت بضان كب حيان سيدي أي علمي قاسي أي أبرا الله هاي أي رخوة علمي شرعي وعشي فاللي قسو بدي علماء ديني هو رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله ننشو ذا أودا أي علمي كوب حنشرين حتى قار كود باب يا وصيب لما رأيا أي وحي كني شاء وحي كني قاشي شرين مسائل علمية سامد باح الوير سوو نفتي كسي بحي سو سكرات كهايو أي مسألة مركا دي تض علماء صاحب دي ولا تشوغا مثلا علمي اي اثاري سالو غيري ادي هو حالد ان كجيرو دمانايا بياد مسايش علمي ولي دبد هيسا و خيري و مخين كوغني بلو يعني نقاش كينا اله تدكو انفعو و حنو اركي شيخ نو جبرين رحمه الله تعالى عالم وين سعودي ايوها واحد دليل عذر كان عذر بو دنتي الهي نغا عافيهلو عذرادن امك ادو فافاي ددكا يعني ان مريي سدا سرطان كو كله وحفل الى سرطان هين لكن وحفل يا سببدا استاغي شيخه هذا خصوصا هي رحمه الله عليه فقيه وين بوها كل كاسي وحر ارك يسو دكتورك كو جيره دبل فيل سو ورك انترنت كان كو ارك وان لا ياوي يسو شيخي دخ وانا عذر وانا حنك كو دنتي بوها يسو سريرتي دكتورك تشيفا وهذا كتاب خصنايا كتاب علمية كتاب علمية يعني علمضوا علمي آدي آد أي أيها الأخوة الأخوات أي وجود ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واتي ليري يسوع حنو سرايا أو لمشادي سيا يسوع دواته وحوجا يكذب لنتي أي هذا نوع مساج سكو يمشي مثل حرم كي يسوع انتصف كيرك يسوع كتير تدل أخطر انتصف كيرك العناية المركز يسوع كتير يا ويلكي سكويري يقول علم ساجس كمان تواير وانير محيط لي إن عارف ما أدمن سكدريم يعني تختاري ده لتري ما يقول علي يقول رمضان بيهد انتصف كركي على يك هي مساجس كي مسح حرم كا يا لكي كعمرة دروس بخرية حتى عجلة ده درس يجي وجود بيو بخرية هذا الإنترنت كات كده جيستان حتى عد كيسو خلاص وهذاك سأين ويا هي يعني إنا اللي مشله هي صوتك الصا حتى عدكو هذا هو مصاب حيو لكن هم حي وحيكون راح يسنتشر العلماء علمي علم هو الدين إخواني علم هو عباده ساعد والبا يوم ما نو البعض كتاب أخري يسوع مسألة فقهية أتبحث كل سمين يسوع حلقة علمية أتفرد يسوع شيخ الله الله يسوع وحويا أجر بدمت كبيرا يسوع أجر وين ركايا علمي إلهنا سبحانه وتعالى وكيرين بجيسه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما قل واحد ترى هذا يا محمد ربي زدني علما ربي قال علمي إيه زيادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يا يسوي حديث كاسي تعليقنا يا أيه وحيري إلهي النبي يسوع كمو أرن وإيه زيادة وحن علم بجاهين إلهي زيادة علمي ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه
أي وحويري ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ما نبى إن قصدا وحيد النبي صلى الله عليه وسلم أي مسخش أي تجي مركها مركو صوب حبا وحو حركة قف قولي جي بيو كويسيستو إن بيو كويسين شو هذا مركو صوب حبا أي روا أيه وحلوقي لو عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وها مركو هاي كني بقول دعي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يقول لي ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق ساسو لابتو لابتو اي ساري فكان سويري اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين اله الدين تفهم سي مركا وكيلا اله تاويل كنبر مركا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجود دعي ما حي عبد الله بن عباس ودعي ويري اللهم فقهه في الدين إله الدين تا فهم سي أو دين تبر قال الشيخ رحمه الله تعالى وحليه إن علمي الشرعي أما أنت لفافيه طلبة العلم أي كد دالان أو وقت بضل وقبحيه وحس بابا عيبه يرسد حرموت أولا بدع بدأت تظهر شرورها وبدع شركي أما أنت فافي بدعة يرديها بدعة يرديها أهل العلم وقال الله وقال الرسول يقانا كو أقواشي سلف قرانا كو أصوشي أهل السنة فهم سن كو أسي يرديها وخاصة في عصر الإنترنت فيسبوك وحوى البوادر كتير مانتا انتم يتقولوا إيسا عجلت سكوت دوباء أيو حركة سوء قلنية صحابة النبي وعايا رضوان الله تعالى عليه أئمدي إسلامك أيه هجومية وحلا إيمانية آراء شاذة وأن علماء إسلامك أنا أرن وطلك وكوها اللين عيو يكوى الردية يزور تاقايا وأهل العلم مالو بهي طلبت علم إلى وقت بضانكو بحيان إلى علمك برتان أي وقت قوغي جهد قوغنا إله سبحانه وتعالى أي آجر كغد دلبان سببت الله باشيخ وحويلي وضد دون أن يكفي ذي وضان بغير علم وما أكثرهم وإن بدين كواس ما أنت أيها الأخوة والأخوات عدي دون طواس كفي دون سواء حضر كيسا يعني ضد كه الله مسائل علم ذي وين ذي كه موسى لهج إلا يكه وتشدم كي جورناليس كابا أيا في دون أيا في ديون أيا كي سياسي أيا في ديون أيا كي كه بقبيل كه أيا في ديون أيا كي مدحها هاي في ديون هاي ماذا كاستاو اسكه الله يا دين تيرا واحد نقطة ما بقرن ساعة كل المباح وسيرها فرن اني والبابا وحولي سا وكسي لح دين هاي لكن دين تيرا يسامها دين تي إله يسامها ولذلك وحفديون كرا يد أهل العلم يا دد كطلبة العلم هنا وأين مر والبابا نقطة العلماء النواوين إنه نقانو كوا ظهره يكون عسق الله يقانبه لأن العلماء معروف إخواني دين تماها وحيار ماها دين تماها وحيار ماها أو ابن تيمية هابي كورانيا شافعيوها من عدنان إبراهيم اللي راهو شيطانة وعلماء ذا أدهو جوما وحفلها نكا سواء الشيعيويا لكن وقر صلاة علماء ذا إسلامك أي مدر به جوميا لكن محسن هيا لك أي الأخوة الأخوات وإن علماء ذينا لغوك الصورة وعلماء ذي وويند دي سلف كي اللي يقاني عقيدة صح ذا هيد ما نشكوه إن وراك سنة إن ما نكام ما انتقاه لغو ديضو علماء ذا عصر قلنا هو معروفين بها هاين أي مذي أي ابن بازي ابن عثيميني ألبانيا كي من هاين معروفين ته عقيدة صحة إيو فقه سليم كالغو يقاني يغنى وإن لا احترامه ومسائش عصر علماء نيوهراني كهذا علماء واوين لولا النقضة لكا داد بضان او إن اسكف في ديودان دوني أيات شربو شيخو يري تاسين واحب بانتي إلا أمسيو او لهلو طلبة العلم وعشاخو يري مسألة صعب تصدحات وحويان وجدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيه بغير علم وعشرت أبو يري مسائل فربضان ما أنت لو قمر مو
مسائلها صدق أهل علمي واضح أه لكن وحى إيمانا يقف بغير علم مسائلها وجود هذا يعني أهل العلم وحويا وقت بيكون بحين أيها الإخوة والأخوات مركا مسائل علماء واضح أه أيو يسوي كامور مين مثل قول القارب ما أنت كورنا يا نقاب كامين دشراركو وعلى العربات يا إلهي ورنكم من القرآن كآخرين بل إسكدة بعد كلام إنه إلهي دمر كي رسولك حاسس كي رسولك إنه إلهي كوة جميع مرؤوين ها على الأقل نتاسو قرنوي بركا بغير علم أي كوها الليان مسائل في رمضان ونوع عاصية والله يا ويسو قارب ما أنت كورنا يا ما نكام أنت سنة الله ما بحنا قرآن كان يقول فلان القرآن كودو كوفنا يهي القرآن هو كتاب كإلهي لكن سنظنا دي واحد شرح سا القرآن كيف شرح سا ومسائل في رمضان هو القرآن كإن أنكو قرنين أي سنة الله قش يعني تقول ما يصير صلاةها سيدي كريهين تفاصيلها حجك هل قالوا قش يعني سواء كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عليه صلوا كما رأيتم نصلي تسمين صلي هاي حجك الحديث جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والنبي قرن سيادو حجي سنة نيك إيقاد ضيضة دي هداد حجكي نبي أتكاد ضيضة أتكاد تكتور وانا سيدو حجي أهلو حجين سلاة دي سنة سيدي سيأنو تكن أدو تكتين دي وحويان دي قفكا سي أجهل من حمار أهلي أجهل من حمار أهلي دي ميرك الرير كوغة أبيها كل عن صدام إسا أكجاهشن وكجاني بضم ولذلك إخواني وأدركتن ضد بضن الضلال كل عاي مثل كو كلا نمن كان إن نيشن أوف إسلام لايراد أفريكان أمريكان إسكا إيه قا إسكا سما يستوح واد وا وواحد دور دوبتين يوم واحد دور دوبتين مثل كو كلا إيلاج جو حكومة نجري بشي رمضان هاجي لقى صوم لها أيوه حلو واحد صونتان بشي ديسمبر صومة بشي ديسمبر صومة وحكويري صلاة دود مالها سجود ركوع مالها وقت جنازة وكل إلى ميت كنت كنيه بد مدة بركي تكنيه وقت وقس على ذلك سارة وقياس قابو واحد شراء أيها الإخوة والأخوات داد إسكسة ما يستيو حياة بأن دينة إله سبحانه وتعالى عن كم إضحين قوف هنا مركو جاهل كي يهي وحويا يأتي بالغرائب وحياة غريبة أو أين وحبلا لقف فهمين أيها الإخوة والأخوات الله إيمانيا وي صدح ذا الرمود أود بوشيخ لي oo ahdan ku celiyo bidac faaftay oo la doonay in la radiyo dad aan ahli cilmi ahayn oo iyaguna doonaya inay bilaa cilmi ay ku fidiyoodaan iyo dad doonaya inay ka murmaan masaa'il hadii culimada la waydiin lahaa ay culimadu si fudud uga jawaabi lahayeen si fudud ay uga jawaabi lahayeen saddexda arrimood aawadeed waxa loo baahay buu sheekhu yiri in cilmiga sharciga aad iyo aad loogu dadaalo marka fa min ajli dhalika fa nahnu fi daruratin إلى أهل علم بوين سبها أودود وحين أبهن داد أهل علم يا أو رسوخ كله إلى إطلاع إطلاع واسعة علوم تشرع ضوله وعندهم فقه في دين الله فقه أوله أو شيخ من ربنا كالله يعني مثلا هذا حفظك هي مثلا هذا فقه ويكل الدنتي بوين لماذا؟ لأنه قف إنه متون تحفظ أيها الأجيابة إنه متون تحفظه أما حديث تحفظه أما قرآن كو حفظه لكن أنو استنباط أنو كسمين كرين وأنو كلا سوى بحي كرين أحكام يفق أنو كلا سوى بحي كرين ركا شيخ وحلي اطلاع واسع نوين لهذان فقه في دين الله فهم يستنباط نوى إلي إن أيوادوا ليهن تصدح عاد بويري علماء أنو ما أنت دوننا وحوا عند وعلماء عندهم حكمة في توجيه عباد الله أمر لا بد منه إن اطلاع يحفي ليهين ومد إن فقه يفهم دين إله وليهين واللبا لكن وإن حكمة أقول ليهين سيدي أي الدومها إلهي أي توجيه لهين وأشيخ وحول لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري علم النظرية أي إليهم أو يعني في مسألة من المسائل أي إليهم
ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم به. أسألوا إسكاح فيه ونسكاف عن سيئة هاي، لكن كما فكر يصيد خلق إله وإصلاح لها، يصيد خلق إله وتربيتين لها. وين؟ مركز شيخو يعني حوج إذا قف قوان حكمة استعماله، حكمة قوان استعماله. وعمثل كوا كلام سعيش عن شيخ كآخري. وعيري رحمة الله عليه نين خمري عبه خمري قالوا قلت هقلي بالكاسم بو أيوم بالشبية هادي انتو خمري قيو تشوتيو وسيجار وكوب الدشو وانو قرانا ان سيجار سيجار كو عبا اي كت تشوتين اسا خمري قي دي واحد وحويا اوران من سيجار كت تشوتي لا دو تشوتي محوكو نغنية خمري قيو نغنية لكا يعني ان ذلك اصلاحين دون مراحل بيلاد ومصالح دي ويكلا واويهين مفاسد دينا وادرجو وادرجوين ويان مركا مسألة ذا سيش يا أخو يعني يقول لي هاي عالمك حفظي قاله فقهي فهمك لي إسلام مركا وإنه حكمة استعماله حكمة دو شيخ وشيخ يا أيها الأخوة والأخوات ما ها إن دينت إله التميع لقلي وحول بلا حلال أيها ما أنت قاربة وحي كو هذا قان وحي يقول يران الإسلام الوسطي وسطي هذا وين أقول لهي وين أقول له وسطي هذا وأتوا إلهي وشيء صباح وكذلك جعلناكم أمة وسطا لكن يا قيحة يا وسطي هذا صي لما وسطي هذا كو هذا قد شري أيا لح سنة كهر إما كتضم سنة كهر وحي كد ودي شري الشيعة وولا لذين علماء ايه واذا عدد شيعة علادين ينوى ان من متطرفين او وصديين او حبك اقول سأسي كدو هذي شرين لمن كمان تميين علماء ايه شرتي ايه حركات اسلامية اوص الا ما ننتي خميني وحكم كو قبصدين 1989 كي شيعة دفاعي واولا لذين التقريب بين الشيعة والسنة يان لفوقين او عالم الاسلام يستا او سو قلقليي انت ما حكه غوستن جهدي اي صدق كسنه دونيين تهوين بي كو سمينين يعني شاني يا خطرت شعاد عالم الاسلامي اي كو هيسو ما انت واكو مصر قيده كا قيلنايا واكو وحويان حزب الشيطان يا تاقود كيسا حسن وحي عبديستان إن أي يجو أي جماديان أهل السنة سوريا كذا أي كو جماديان شيعة أنا بروافد أنا بس كصور رصتي من إيران تودا من إن حسب الشيطان كوا كوا عراق أي أهل السنة وحي عراق وحي سوريا أي كو السمان يان هداد إن دها أتك قادو وحويا قلبي قاعد بده كوسو بحياة وعرور يو أضيال يو دمر أنت بقى جماديان مركا وحويا يعني نمك الدنيا باسم الوسطيه اني نجي ايبيان شيعه ولا لدين ما انت نتيجه دو اركان مركا شيخ مركو لي علم الشرع يا سي حكم الله الله شيغو معناه ما هي دين التميع لو سميهو ولا الى موسيقى حلاله او ولا شيء مسلمات وحي حران كرت حجاب كما حكى قفلان هير سكارف يروح حرته ايو حتى هذه سروال جيني سو تايد وكل اكسنا يحرته وحما كما جمنا كارك وال حران كان كرتها سروال قابنا دي انت سايس قوات كين سكر ميسيد وصدي هذا النوع عاسي ما هاد توشا وكل شيء كان ايو تو الى هاي دورة ماها وصدي هذا انه ان افهمينه وحويا واتو كتو كدبرن أحكام كتابك إلهي صنع رسولك صلى الله عليه وسلم لكن ما أنت وحويا تيار معير أي مقع عاشقتي عدي أن لا طريقة هين عدي أن لمنة هين عدي أن لا آراء هين وحويا وحا أيكو شيقيا ومتطرفين ومتشددين إلى حد أي كل ديل ديليا صنع رسولك صلى الله عليه وسلم وقتك قلت هاين زيرو من اتباه استابي ولا دودي لهدين مركا حلقا سنكو استاقيا إلهي نوغا أنفعو وحي أي نمقلي عملنا هي نوغا أرساقو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته